لا صحيح، كانت ضربات الجزاء يعني حرب أعصاب، ولكن اخطبوطنا الجميل البطل الشناوي كان على قدر المسؤولية، وهو كل اللعيبة الحقيقة اللي دايما يعني رفعوا راسنا وشرفونا وحققوا للنادي وللبلد إنجاز تاريخي. نتمنى إنه يتكرر مرات ومرات، وإحنا بإذن الله هنشوفهم من جديد هنا في الدوحة في كأس السوبر الإفريقي ويفرحونا من جديد ونشجعهم برضه من جديد ونقف وراهم.